وعودة مرة أخرى لليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مرة أخرى هاتفيا الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب. دكتور مجدي، كنا نتساءل عن التعرف بداية على المفهوم الخاص بالنفايات الإلكترونية وما الذي يشمله هذا المفهوم. وكل ما يتعلق يعني من منتجات من الليثيوم والمعادن الثقيلة بيشكل جوه خطر من المخلفات الإلكترونية. المخلفات الإلكترونية كل أنواعها، سواء بطاريات أو سواء حتى أجزاء من كثير من المنتجات بيبقى فيها معادن ثقيلة. كل منتج حتى لو تصورناه أنه هو شكله بلاستيك، لا ده شكل يعني، لكن نسأل إيه المعادن اللي دخلت في تركيب هذا المنتج. خطورة هذه البطاريات أولا إن هي بتلقى مع المهملات وبعض الناس أصحاب الورث داخلها، ودي بتشكل خطورة لأن البطاريات دي فيها ليثيوم، والليثيوم مادة مسرطنة. نعم. فطبعا لازم يبقى مصدر، وده طالبنا بيه كثيرا، إن البائع اللي باع هذا التليفون مسؤول إن هو لو التليفون باظ أو هيترن يسلمه لنقطة تجمع. وكانت وزارة البيئة عملت نموذج لهذا الموضوع، لكن في اتفاق دلوقتي ضمني مع بعض الشركات ومع الشركات الجديدة لتولية النظافة في قطاع غرب ووسط شرق القاهرة، إن كل المخلفات سواء نقلت عن طريق جامعة القمامة أو سواء تم جمعها بواسطة جمعيات أهلية أو سواء صاحبها فعلا سلمها للورشة أو للمصنع أو للمحل اللي باعه، في جميع الأحوال بتتجمع هذه المخلفات وتنقل للمحرقة الخاصة بوزارة البيئة. نعم. لأنه لا يجوز تداولها. في اليوم العالمي أيضا دكتور مجدي للنفايات الإلكترونية هناك دعوات كثيرة ومكثفة لمواجهة خطورة هذه النفايات، كيف يمكن أن يتحقق ذلك على أرض الواقع من وجهة نظرك؟ وأولا الوعي، يعني أولا الوعي عن الناس المتعاملة معها، لأنه ما يتعاملش مع البقايا الخاصة بالمخلفات الإلكترونية حتى في الكمبيوترات وحتى في الوصلات الكهربائية. على فكرة في بعض الوصلات الكهربائية نفس المعادن بتاعت السلك فيها ليها خطورة شديدة، وبالتالي برضو لما بتروح للجماعة بتوع أصحاب المسابك للأسف بتروح لها كل المخلفات دي، هو عايز مثلا جزء معدني منها والثاني عايز جزء بلاستيك والثالث عايز جزء زجاجي أو جزء مضيء. في كل الأحوال كل مادة من المواد دي ليها أثر بيئي وصحي مختلف عن الأخرى. وأجمع كل العلماء، على فكرة السويد اللي هي انتجت التليفون المحمول نفسه عندها دلوقتي شركات بتجمع هذه المخلفات الخاصة بالاستخدام للأدوات الإلكترونية كلها، وبالتالي يجب أنه يبقى فيه هيئة حكومية ويبقى فيه قطاع خاص ويبقى فيه ليجال سيستم، يعني يبقى فيه نظام اداري يسيطر على هذه المخلفات بحيث مسارها كله يا اما ينتهي في المحرقه الخاصه التابعه لوزاره البيئه او تحت اشرافها، او يدخل لمصنع بموافقه وزاره البيئه ايضا على انها يعاد استخدام بعض العناصر اللي فيها، لانه في عناصر ممكن اعاده استخدامها لكن في عناصر تشكل خطوره لو اعيد استخدامها، لأنها ممكن يحصل فيها بالتسخين أو بالتكسير أثار جانبية طالعة منها على المستخدم أو على اللي بيلمسها أو بيمسكها. فلازم يبقى فيه يعني ثلاث محاور متوازية. المحور الأولاني التزام البائع بعودة المنتج إليه في حالة فشل، والمحور الثاني يتعلق بسيطرة إدارات البيئة في المحافظات والأحياء على المخلفات، ان الشركات يبقى عندها تنبيه بفصل هذه المخلفات عن باقي انواع القمامه حتى لا تختلط بالسماد العضوي وغيرها، وده خطر ان لو دي فضلت في اكوام السماد العضوي وانتقلت للارض الزراعيه تشكل خطر. والجزء الاخير يبقى فيه عقوبات لعدم الالتزام، لانه عدم الالتزام دي يشكل خطر للصحه العامه، وهنا وزاره الصحه لازم تطبق قانونها في ان دي تعتبر نفايات خطره، واحنا عندنا قائمه بالنفايات الخطره منها البقايا المخلفات الالكترونيه، ده موجوده في قانون البيئه وفي اللائحه التنفيذيه،
وزاره الصحه بتطبقه معانا مع وزاره البيئه. اشكرك جزيل الشكر دكتور مجدي علام، امين عام اتحاد خبراء البيئه العرب، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.